شو الوضع يا عيال؟ هات الدراهم. خذ. الحين كم حقي منها؟ عقب المصاريف والاغراض اللي احنا شرينا لكل واحد منكم 50 ريال. سلامات يا ابوي، اهدى من كذا. وحيد ياخذ اكثر مننا ليه؟ اخذ منك 50 ومنه 50، ولا حق الدموع اللي راحت في البصل. هو صادق، لا تصير بخيل انت، 50 ما تسوي شيء. يا الله كل واحد 100. هاك ياهو، هاك يجي. جود جود. ها بصراحة بنات، شو رايكم بأكلها؟ شوفي صدق الشكل ما يشد، بس والله الطعم في المخ يا شيخة. ما قدرت أوقف، يعني لو نستمر نطلب منها عز الله برجع للجيم. بصراحة أكلها مرة يجمل، عشان كذا أباك تعطيني رقمها. بنت خالتي عندها حفلة تخرج وأبغى أرتب معها. أبد أبشري. البيه مرة حلو يا أخي.